موضوعنا اللي ابتدنا به، ألا وهو الفرق بين الأرض الآن المحمية في المحميات الوطنية والتي لم تحمى. نعم، تجد الفرق الهائل صحيح. بين الأرض المحمية جنة خضراء، الله، والأرض التي لم تحمى في الغالب كأشبه بالأرض الجرداء. يا سلام، سبحان الله. فالحمى لها يعني خير وبركة عظيمة على الأرض وعلى الناس وعلى البشر، وعاقبته في المستقبل عاقبة خير بإذن الله للجميع. أما بالنسبة للربيع والخير والأمطار، من فضل الله علينا أن الإنسان يحسن ظنه بربه دائما. يا سلام، فكثيرا ما تفاءلنا، أحيانا يسبق الأمطار رائحة الندى ورائحة السحاب، فالإنسان تنتعش روحه لم يرى المطر من قبل. يا سلام، يا سلام. فحصلت لي عدة مرات، فأتفاول بقصيدة في المطر وفي الخير، ثم يأتي فضل ربي خير مما ظننا وأكثر مما كنا نظن. يا سلام، وهذه من كرم الله وفضله سبحانه وتعالى. الحمد لله. فقلت لي قصيدة أقول: يا الله أنا طالبك يا مزين الجو، جو إنك تزين جو من شان جوه، جوه ودي بمكشات معه شبة الضوء، شبه بعود الرمث والعرق توه، سقاه غيث من كريم ويتلو، صوت الرعد يتلو بتسبيح قوة، قوة عظيم كم يسامح ويعفو، والعبد بعد الياس ون وتأوه، 20 ليل والصواعق لها ضوء، تشوف في الغدران كشحات ضوه، وما بين ريضان من الخير تحلو، ومتفتح النوارها في زهوه، وسيول في كل النحايا وتجلو، هم من تراكم والوناسه جلوه، مع رفقة الخلان شرواكم تفرح، مع رفقة الخلان تفرح وتسلو، ربعي هل الفزعات فالطيب خوه، صوت النجر يلعب طرب يوم دنو، حي الرجال اللي زهتها المروه، هذا يبهر ما حد قال قمسو، وهذا يصالي حمسته عند ضوه، وهذا سعى ينصب خيامه بهالجو، وهذا يجهز للذرى ما تفوه الا بذكر الله وشيله على او، وبيات من بدعي وختمه علوه، وما بين ذيدان رعت خايع الدو، ويزين عوج رقاب هل المدوه، ثم حلبوه هل النشامة ومدو، هاك السحال ورغوها في علوه، مستبشرين وبالمساير هلو، باللي كشت واللي نزل حول دوه، ريح النفل وسط اللبن، ريح زان وريح النفل وسط اللبن زان وحلو، ما هو حليب بالمصانع موه، أحلى من السكر على تبد نظمو، در البكار اللي عطفت في حنوه، والطير غرد والرجاجيل هالشو، سوالف تنسي هموم الربوه، هذه طرات العمر إذا غيم الجو، قم احمد الله وصديقك وطوه، سلامتكم. سلام، صح لسانك، صحة أبدانك، صحة أبدانك.